عاملين مؤتمر قريب جدا، مش مؤتمر انا اسميه ان هو ورشه عمل او لقاء، دعينا فيه كل مندوبي الجرائد الرسميه والغير رسميه، وقعدنا وكانت الاستاذ دكتوره عميده كليه الاعلام الدكتوره نائله ضيفه علينا، والمتحدث الرسمي للسيد رئيس الجامعه الاستاذ دكتوره فاطمه حسن موجوده عشان نناقش القضيه دي، قضيه الاعلام الرياضي. وفي نفس الوقت عندنا مجموعه من المشكلات او من القضايا اللي نناقشها مع بعض، بس قدرنا في رغم ان الوقت كان قليل قوي قدرنا بقعدنا مع الطلاب وقعدنا مع اعضاء التدريس ان احنا نصل الى ان احنا بنعد دلوقتي دبلومه في الاعلام الرياضي، علشان خاطر الحقيقه في تحيز شديد قوي، برامج كل البرامج الرياضيه في كل القنوات الفضائيه تقريبا بقى لها اهداف، خلاص بقت برامج موجهه عشان بس نبقى واضحين. واحنا كناس اكاديميين ومختصين متخصصين في الموضوع ده بنقدر نفهم اللي يمكن المشاهد العادي ما يفهموش. انا مجرد ما بقعد من بتفرج على برنامج في اي قناه فضائيه، الضيوف بيحددوا خلاص اتجاه وهدف البرنامج بيبقى ماشي ازاي. احنا عايزين الحقيقه نطلع جيل يهتم، جيل دارس وفاهم يعني ايه اعلام رياضي على كل المستويات، على فكره على مستوى معد، مذيع، مخرج، مصور، كل الكلام دون احنا عايزين يبقى لنا راي فيه، لان احنا ناس بروفيشنال متخصصين في المجال الرياضي. في نفس الوقت في ناس متخصصه في الاعلام، لو حطينا مجهوداتنا احنا الاثنين مع بعض هنقدر نطلع ان شاء الله اعلام رياضي واعي يتكلم من خلال قضيه، يتكلم من خلال هدف مش موجه. بنعمل الحقيقه دراسات دلوقتي للدبلومه دي، ممكن تكون الدبلومه مدتها سنه واحده وقد يكون ليها شروط قاسيه في الاول، لان هي القصه مش قصه ان احنا نعمل برنامج عشان نلم فلوس عشان ندي شهاده، لا احنا عايزين نبدا كجامعه بني سويف. ودي توجهات على فكره الدكتور امين برضو، البرامج الخاصه، البرامج الخاصه دي مهمه قوي 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 قوي، لان هي بتطلع احتياجات فعليه للمجتمع. الاعلام الرياضي محتاج احتياجات فعليه، مش محتاج ابدا ناس مشاهير او ناس كانوا لاعبين سابقين او ناس معارف او ناس مصالح او الكلام ده. مشكله العنف بقى، وده يمكن تخصصي اللي هو في السيكولوجي، او العنف موجود من ساعه ما اتخلق الانسان. لما ظاهره العنف في الملاعب اللي الحقيقه خسرتنا كتير جدا جدا جدا، ويمكن احنا بقى لنا كام سنه لو حد يعني بيعمل اناليسز او تحليل للمستوى في الرياضه وخاصه في كره القدم بعدم مشاركه الجمهور، دي مشكله كبيره جدا، لان احنا عارفين ان تاثير الايجابي والسلبي للجمهور على اللاعب ده هو اللي بيديله الموتيفيشن. يعني في لاعب يبقى نازل يعني مش مهيئ نفسيا ان يلعب الماتش فاداؤه وحش، بس الجمهور هو اللي بيخليه يبقى فورمه. احنا دلوقتي كلنا بنركز على العامل النفسي، كلنا بنركز، الجمهور ده اهم عامل نفسي. احنا دراساتنا كتيره قوي في علم النفس وعلم الاجتماع في هذا المجال. العنف موجود، احنا اللي بايدينا نعالج هذه الظاهره وظواهر الالترس والكلام دون. الالترس دي على فكره من وجهه نظري الشخصيه، ولاد مش ضد البلد ولا حاجه، بالعكس دول ولاد عايزين يتوجهوا صح. ده الانتماء عند الالترس ده عالي جدا، قد يكون هناك من يستغل هذا الانتماء. احنا فين بقى؟ احنا علماء الاجتماع الرياضي بتوعنا فين من القصه دي؟ علماء النفس الرياضي فين من القصه دي؟ عندنا حلول كتيره جدا، بس احنا ما يعني فرضنا نفسنا مره وما حدش يعني قدر يستجيب معانا. الحاجه الثالثه، احنا لازم نتدخل في ثقافه الجمهور ده. يا جماعه بدل ما احنا قاعدين في البرامج الرياضيه واللي احنا لسه بنتكلم على الاعلام الرياضي، نوجه هذه البرامج علشان نبقى في قضيه معينه، او قضيه تكسب قضيه، او مجموعه تكسب مجموعه، او عايزين نمشي ده وعايزين نقعد دون، لا عايزين نعيد ترتيب عقل المتفرج المصري، الجمهور، عايزين ثقافه. ادينا مجموعه اراء الحقيقه في الموضوع ده لسه حتى قريب، وانا كنت قاعد مع احد المسؤولين في اتحاد الكوره، يعني كفكره كده يعني قلنا لهم احنا تمرجعوا تدريجي، يعني احنا نجرب الاول باعداد ونحط قانون ونطبق قانون، وبعدين نجرب باعداد اعلى شويه، وبعدين باعداد لغايه ما الدنيا، لان ما ينفعش مره واحده اقول لك ايه
والناس اللي قالوا احنا لما حبينا نحدد اعداد والجمهور جه اكتر من العدد ده، ما انت ما طبقتش القانون. الحلول كتيره موجوده، ما عندناش مشكله، ولازم الجمهور يرجع عشان ترجع الرياضه المصريه وخاصه في كره القدم للتطور الطبيعي بتاعها. كفايه قوي احنا متاخرين كتير جدا.